المغاربة الصراحة شعب كريم، ومن أول ما جينا ويعني وإحنا الناس بيستقبلونا أحسن استقبال، أحسن معاملة، وهم شعب مضياف يعني معروف المغاربة. إحنا كمصريين بنحب المغاربة، يعني المغرب بلدنا تاني، يعني كله بيجي عليها كسياحة وكله يعني. والله ماتش صعب إحنا جايين له طبعا عشان نتفرج عليه، وفريق الوداد فريق كبير، فريق قوي، عنده لعيبة قوية جدا، يعني عمرك ما تتوقع الماتش، يعني الماتش يبقى صعب توقعه لأي حد يعني، بس إن شاء الله يبقى ماتش حلو، يبقى هو 90 دقيقة، يبقى اللعب حلو، وإحنا في الآخر جايين نتبسط في الآخر. طبعا يهمنا فريقنا يكسب وكل حاجة، بس يعني عندنا روح رياضية، واللي كسبان هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك. يعني إحنا من أول ما جينا يعني إحنا بالباسبور المصريين، وفي المقيمين بالإقامة بكارت الإقامة بس، فيعني هو ده الوضع يعني. احنا بالباسبور مر بشكل عادي صراحه، رحنا قدمنا الباسبور على جنب الفندق هنا في سوفيتال، والناس ادونا التذاكر بتاعتنا. ان شاء الله 2-1 للاهلي ان شاء الله.